مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. حقيقة الفتاة التي تلقت لقاح كورونا، هل هي ابنة بوتين؟ دنيا باطمة تتهم مصممة الأزياء سلطان بتصويرها خلسة أثناء محاكمتها. والدة حالة ترك تصدم دنيا باطمة وتلج عالم الغناء وتستعد لطرح أولى أغانيها. زوجة فريد غنام تثير الجدل بسبب ظهورها الجريء بأحد الإعلانات. حقيقة الفتاة التي تلقت لقاح كورونا، هل هي ابنة بوتين؟ رافق إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء عن إنتاج أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، رافقته شائعات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعت وسائل إعلام كبيرة فريسة لفيديو متداول يزعم تلقي ابنة بوتين اللقاح الروسي، وتظهر في الفيديو فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح. إلا أن خبرا كانت قد نشرته روسيا اليوم في نسختها الإنجليزية يوم 20 يوليو الماضي كشف المصدر وأوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح. وبحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين. وحقيقة الفتاة هي أنها إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى بوردينكو العسكري المركزي في موسكو. وتدعى الفتاة التي ظهرت في الفيديو وشاركت في التجربة ناتاليا، والتي أكدت سعادتها بالتجربة وأنها تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب وفقا لوسائل إعلام محلية. وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن يومه الثلاثاء عن أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا. الرئيس الروسي أكد فاعلية اللقاح الروسي المسمى سبوتنيك في وقدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهو يشكل مناعة مستقبلية، مشيرا إلى اجتياز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة. وحول موعد إنتاج اللقاح، قال وزير الصحة الروسية ميخائيل موراشكو إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين. كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف بأنه تلقى طلبات لشراء 1 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا من أكثر من 20 دولة في العالم. دنيا باطمة تتهم مصممة الأزياء سلطان بتصويرها خلسة أثناء محاكمتها. تقدمت المغنية دنيا باطمة بشكاية أمام وكيل الملك ضد مصممة الأزياء الملقبة بسلطانة ورفيقتها، تتهم فيها هذه الأخيرة بأنها صورت جلسة محاكمتها بهاتفها وتواطأت مع شخص آخر، قالت إنه قام ببثها عبر تقنية المباشر على موقع اليوتيوب، وهو ما اعتبرته تشهيرا بها وبشقيقتها وخرقا سافرا لحرمة المحكمة ولشروط المحاكمة العادلة، مرفقة الشكاية بقرص مدمج قالت إنه يتضمن المقطع المصور من المحاكمة. وفق صحيفة أخبار اليوم، فإن النيابة العامة أصدرت تعليمات كتابية للضابطة القضائية بإجراء بحث في موضوع الشكاية والاستماع إلى المشتكية، كما تمكن المحققون الأمنيون من تحديد هوية صاحب القناة الذي أوضح محضر البحث التمهيدي أنه غادر المغرب يوم 26 غشت 2019 عبر المركز الحدودي بني نصار بالناظور. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها بوضع المرأة الموقوفة تحت الحراسة النظرية، فيما تقرر إجراء مسترة التقديم للمشتبه فيها الثانية سلطانة في حالة صراحة مع إخضاع هاتفها للخبرة التقنية.
والدة حالة تورك تصدم دنيا بطمة وتلج عالم الغناء وتستعد لطرح أولى أغانيها. تستعد منى الصابر والدة الفنانة البحرينية حالة تورك وطليقة المنتج البحريني محمد تورك خلال الأيام القادمة لولوج عالم الفن والغناء. وأفادت منى في تصريحات صحفية بأنها بصدد التحضير لعمل سينجل، حيث قالت: بصراحة عم أشتغل على هذا الموضوع، أنا الأوان بيك في يعني. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر عبر نطاق واسع، معتبرين أن منى دخلت الميدان الفني عمدا من أجل منافسة ابنتها حلا والفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة محمد التركي. ونفت منى الصابر أن يكون السبب وراء هذا القرار رغبتها في المنافسة، مؤكدة أنها كانت تغني قبل الزواج، حيث قالت: لا ما فيها منافسة، هاي بنتي، أنا كنت أغني قبل ما أتزوج وأجيب أولاد. وردا على سبب اختيارها هذا التوقيت بالذات، أجابت منى أن الظروف لم تكن مناسبة، خاصة بسبب انشغالتها بتربية أبنائها. وأضافت: ما كان في وقت، كنت مركزة مع البيت والمسؤولية وبنتي، تعرف أن المسؤولية بتخليك تنسى نفسك، فإذا بتصح لك فرصة ليش لا، أنا الأوان أطلع على حالي شوية. وعبرت طليقة التركة عن شعورها بالندم بعدما سمحت لابنتها حلا دخول عالم الفن والغناء، لما تسبب ذلك بالكثير من المشاكل لعائلتهم. وتابعت الصابر حديثها قائلة: الموضوع كان يمكن أن يكون أسهل لو كنا في مجتمع مختلف عن المجتمع الذي نعيش فيه، مشددة على أن كل ما حصل معهم هو ضريبة الشهرة. زوجة فريد غنام تثير الجدل بسبب ظهورها الجريء بأحد الإعلانات. أثار ظهور زوجة الفنان فريد غنام اليوتيوبرز رباب أزماني في أحد الإعلانات الخاصة بسائل لتنظيف الملابس جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب لباسها الذي اعتبره كثيرون غير لائق. وكانت رباب قد تقاسمت أمس الأربعاء مع متابعيها عبر خاصية أستوري على حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام فيديو الإعلان الذي قامت بتصويره مؤخرا لصالح إحدى العلامات التجارية الكبرى، وهو الفيديو الذي تم تداوله ببعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير ليخلق جدلا واسعا بين متابعيها. واعتبر الكثير من متابعي رباب أزماني أن إطلالة اليوتيوبرز المغربية مبالغ فيها، بل حتى أن البعض قد اعتبرها خادشة للحياء، في حين اعتبر البعض أن ظهورها بهذه الطريقة مدروس ومتعمد، وذلك بغية خلق البوز وإثارة الجدل من أجل نجاح الدعاية الخاصة بهذا المنتج، بينما رأت فئة قليلة بأن زوجة الفنان فريد غنام بالغة ومسؤولة عن تصرفاتها ولا يحق للغير التدخل في شؤونها. ويشار أن عددا من متابعي رباب أزماني كانوا قد تعاطفوا معها بداية هذا الأسبوع بعدما تقاسمت معهم وبغصة كبيرة المشكلة الذي تعاني منه بشعرها منذ أكثر من 3 سنوات، كما تقاسمت معهم الطرق والوسائل التي نهجتها طوال هذه الفترة طلبا في العلاج دون جدوى، إضافة إلى تخوفها من تفاقم هذا المشكل مستقبلا، طالبة منهم النصح وإرشادها إلى حل نهائي لمشكلها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.